في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل figure of 8 suture. figure of 8 suture بتفيدني لما بيكون عندي extraction socket كبير مش كفاية عليه ان انا ادي patient back يعض عليها عشان توقف البليدنج او تضمن لي في الاخر healing كويس. كمان لو بعد ما خلعت ناوي احط bone graft سواء لimplant او عشان اقلل البون resorption اللي هيحصل بعد الاكستراكشن، ببقى مضطر ان انا اقفل فوق البون graft بتاعتي دي بسوتشر. السوتشر المثالية هنا هي figure of 8 suture. طب انا من باب الطاقة كده حبيت اعمل فيديو عن السوتشرنج؟ لا، الحكاية ببساطة ان شركة ماد انسترو بعتت لي الباد دي، الباد اللي بنستخدمها ان احنا نمارس عليها او نبراكتس السوتشرينج. فيهم اشكال مختلفه الانجريز، وكمان في اللي عجبتني قوي بصراحه واللي هنشتغل عليها النهارده هي دي اللي هي بيكون فيها سيميليشن او ان هم عاملين كوبينج للاورال كافيتي. في ديفرنت تايبس اوف سوتشر، يعني ممكن نتعلم فيها اكتر من نوع ونعمل بيهم كذا فيديو بعدين. بس النهارده خلينا ندخل في الموضوع على طول ونبتدي الشغل والفيجر اوف 8 سوتشر بتتعمل ازاي. جيت عملت زومين كده، ده شكل الفيجر اوف 8 سوتشر بعد ما بتخلص. دلوقتي انا هقص دي ونبتدي نشتغل عليها من الاول تاني. ده شكل السوكت عندي بالمنظر ده. هنجيب النيدل والنيدل هولدر شكل ده كده. طيب هتحرك ازاي؟ زي بالظبط كانك هتعمل سيمبل انترابتد عادي، بتتحرك بكل ونلف مع اتجاه النيدل بالمنظر ده كده. بعد كده نسيبها ونسحبها كده. وانت بتسحب هتلاقي فيه ريزيستنس في البيشنتس ماوس، مفيش الريزيستنس دي، يعني سوفت تيشو في البيشنت اخف بكتير من الماده المصنوعه منها الباد. بعد ما عديت بكل نعدي لينجوال في البيشنتس ماوس، هتلاقي ده كل ده لسريتد، فبالتالي هبقى محتاج ان انا امسك التيشو بالمنظر ده كده بالتيشو فورسبس. طبعا ده عشان باكستاني فهو ضخم، في العادي المفروض يبقى ارفع من كده، واتحرك بالنيدل بالمنظر ده كده. في السامبل انتربتد بعد ما بنتحرك باكر لينجوال نبتدي نلف حوالين النيدل هولدر بتاعتنا ونعمل النوت. بس في الفيجر اوف 8 وده الوجه الاختلاف ما بين الاثنين، ان احنا بنبتدي نعيد نفس الحركه تاني. يعني زي ما اتحركنا باكر لينجوال هرجع تاني اتحرك باكر لينجوال زي ما انا اهو. اتحرك تاني باكر، خدها المره دي بقى مره واحده لينجوال. هتلاقي ان ابتدى عندك يتكون الشكل بتاع الايد ده. طيب في الاخر هبتدي اعمل ايه؟ هعمل النوت بتاعتي عادي، ان انا هلف مرتين هنا كده واروح امسك الطرف التاني بالمنظر ده كده واعدي من عليه. بقى معايا طرفين، الطرف اللي فيه النيدل والطرف اللي في النيدل هولدر. هبتدي ان انا اربط النوت بتاعتي، وعشان اسكيورت ببتدي ان انا اخد لفه كمان امسك في الطرف واعديهم كده من فوقيه. اول ما يعدوا بقى معايا الطرف في ايدي، الطرف اللي فيه النيدل، وابتدي ان انا اسحب. بعد كده بنجيب المقص ونقص، وكده نبقى عملنا الفيجر اوف 8 سوتشر. لو عايزين تطلبوا الباد دي او البادز المختلفه عشان تمارسوا سوتشرينج في البيت براحتكم، هتلاقوا لينك في اول كومنت تحت. سلام.